ورحمه الله تعالى وبركاته. في حلقه اليوم اللي غادي نشوفوا لومون شارج كتطبيق عملي بالمباشر معكم ان شاء الله في هذه الحلقه، من بعد ما درنا درس نظري في السبوره والدرس براتيك ديالو بالشيما بلي كونتاكتور. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفيه العمل ديالو، كيف يشتغل وشنا هو المزايا ديالو، فين كنديروه. دونك هذا الشيء كامل ان شاء الله غادي نشوفوه معنا في هذه الحلقه. يلا نمشيو نشوفوا لومون شارج. كيف كتشوفوا معايا انا، دونك عندي هنا الموتور وعندي هنا هذا البولي اللي كيكون كيدور عليها الكاب، وهنا عندي فلاطيت ديالها فانت كورس، وهنا عندي الكوفري ديال لومون شارج الكتريك. دونك هذا الكوفري هذا هو اللي يكون فيه لي كونتاكتور ديالو والبارتي الكتريك يعني بصفه عامه. دونك هذا هو الكوفري. قرب لي الكاميرا لعندي باش نشوفوا شنو في هذا الكوفري. دونك عندي هنا انفيرسور، دونك دو سونس يعني كيدير ليا الصعود والنزول. دونك الصعود والنزول عندي هنا كان يعني بالنسبه للقديم كان كيدير لي يمين يسار. دونك انا هذا مانيلي، دونك الكاب ديالو ما خدام، دونك خدام فقط بدي كونتاكتور اللي كيديروا ليا الصعود والنزول. دونك هذا الكابلاج ديالو درناه يعني في الحلقه وهضرنا عليه مزيان في الشيما ديال الكوموند في السبوره شرح نظري، ودرنا كذلك البراتيك ديالو بلي كونتاكتور. اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم غير كيفيه يعني العمل، يعني كيف يشتغل هذا المونشار. دونك هنا عندي بالنسبه لتحت عندي قاطع ديال 380، دونك واضح هنا الصوره. الان غادي نشوفوا الفانت كورس. دونك نهضروا على هذا الكومبوزون ديال الفانت كورس. دونك هاد الفانت كورس اللي قلت لكم يعني كيكون عنده اللارب يعني مكونيكتي مع اللارب ديال هاد البولي هذا، مي كيدور اللارب دونك كيحسب هويا عدد الدورات اللي كيدور. دونك كيعطيك المسافه اللي يعني انت يعني ضابطو فيها، مثلا 20 متر ولا 30 متر اللي كيهبطها دونك يقطع. وكذلك لما في الرجوع ديالو ملي يكون طالع دونك يوصل المسافه يعني 20 يعني 20 متر اوناريه، دونك فاش كيوصل الماكسيموم يعني في الاقصى كيقطع عاوتاني. دونك هادو هما لي فانت كورس. دونك كيف كتشوفوا عندي هنا واحد وهذا جوج، دونك جوج هادو هما الريكلاج ديالهم. دونك هاد البوطون هادو كتريكل بيهم. هنا عندي لي كونتاكت 21 22، 21 22، دونك فيرمي بجوج بيهم هما هادو واحد جوج. دونك عندي هنا كاتر فيه، واحد كيخدم نيفو هو وواحد نيفو با يعني الاسفل والاعلى. دونك هذا فيما يخص فقط غير الفانت كورس ديالو، الامر بسيط. دونك كتريكلهم هنايا دونك بحال الساعه كتريكلو كيحسب لك هوايا، دونك كيكون كونيكتي مع البولي. دونك هذا فيما يخص الفانت كورس. دونك انا كنت شرحتها لكم قلت لكم هذا الفانت كورس كيفاش كيحسب. دونك دابا نشوفوا الموتور. دونك هنا عندي الموتور كيف كتشوفوا. دونك الموتور بار ان فران، دونك الموتور بالفران. دونك هذا هو الفران ديالو، قلنا لكم كيكون في التالي ديال الموتور. دونك غنفتحوا ونشوفوا الموتور وكيف يشتغل هذا الموتور. دونك هذا هو الفران، دونك هذا هو الفران، دونك هذا هو بلاكيت دو فران. دونك هذا دونك لما كيوصل التغذيه مع لاليمونطاسيون ديال الموتور، دونك غير 380 هو كيوصلوا، دونك كياخذ التغذيه معاه. دونك اون فوا كتوصلوا التغذيه دونك كيدير واحد الشوماليتيك هنا، دونك كيبعد ليا هذا البلاكيت هذه ديال الفران. حنا غنشوفوا التطبيق. بالنسبه للجهه الاخرى دونك عندنا هنايا، دونك هنا عندي لا يعني الريديكتور. دونك الريديكتور دونك هنا كي عند البولي، دونك هاد البولي هذا كيدور البولي الثانيه هنايا، دونك كيدور مع هاد لا تيربين هادي. دونك هادي فقط ريديكتور. هنا الموتور ديالنا والفران اللي قلنا لكم. دونك غادي ناخذ الماكيت ديالي. دونك هادي هي المانيط ديالي، عندي هنايا مارش اري وكذلك الصعود والنزول، وهنا عندي كان يمين يسار. دونك هادو انيلين ما خدامينش، دونك كنخدم غير بهادو. دونك كندير مارش وكنخدم بالمارش اري، دونك طلع ونزل. اذا هنايا كيف كتشوفوا معايا، دونك هذه هي الفران. دونك فوالا انا غنشوف عندي النوزل مثلا، ولاحظوا معايا هنايا في الفران شنو كيبقى. دونك كيبعد هذا الفران، هذا كيبعد، لما كيبعد دونك كيبقى يدور الموتور. اون فوا كنوصل له التغذيه كيبعد الفران وكيخدم. اون فوا نحيد يدي على البوطون مارش سوا ديال الصعود ولا النزول، الفران كيولي يلصق في بلاصتو باش واخا يكون هاز مثلا 10 طن ما يمكنش يهون. الا ما كانش هاد الفران المعمر الموتور يهز لك شي حاجه، دائما يكون غير في الارض. دونك هذا فيما يخص يعني الشرح ديالنا ديال الموتور كيفاش كيشتغل بالفران ديالو. شنا الفان كورس كذلك الماكيط، شنا هاد الرولو ديال الكاب. دونك دابا الان غادي ان شاء الله نهبطوا نشوفوا الشاريو كيفاش كيطلع وينزل. كتشوفوا معايا هنا هذا هو الشاريو. دونك عندي هذه هي المانيط، دونك المانيط عندها الكاب ديالها، الكاب ديالها طويل يعني فين ما بغيتي ديه معايا. دونك هذا هو الكاب ديالها. دونك كيف كتشوفوا معايا المانيط، دونك غندير مثلا الصعود، دونك غندير الصعود، دونك غير الخط طالع.
دونك فوقاش غادي يبقى طالع دونك فوالا راني كليكي على البوطون مارش دونك ان فوا نطلق يتوقف ان فوا كليكي على المارش دونك يبقى طالع دونك هذا دابا بالنسبه للصعود فوقاش غادي يتوقف مثلا انا نسيت دونك غادي يتوقف اوتوماتيكمون با ان فانت كوست دونك لما يوصل العدد حتى لواحد المتر دونك يتوقف الراس واخا نزيد نكليكي ما عمرو يزيد دونك النوزل يدير لي النوزل اما الصعود ما يزيدش يدير الصعود لان انا داير له فانت كوست يعني باش ما يزيدش يطلع ليا الشاريو يهرس ليا داك الكولي اللي عندي الفوق دونك النوزل بالنسبه للنوزل كليكي على النوزل عادي دونك فوقاش كي نوزل حتى نوصل النيفو با يعني الفانت كوست النيفو با عادي يمكن له يتوقف ولا بغيت مثلا هاد الايطاج هذا نتوقف فيه ممكن توقف في هذه الحاله هذه اللي عندي هنا كما كتشوفوا معايا هنا دونك الى رجع ندير مثلا مارش للصعود دونك ندير مارش للصعود دونك غادي يبقى صاعد كيف قلت لكم يعني ما غاديش يتوقف نهائيا دونك ما غاديش يتوقف نهائيا حتى يقيس ليا الفانت كوست دونك حتى يقيس ليا الفانت كوست دونك فوالا هو قاس الفانت كوست واخا ما يمكنش نوصل يدير الصعود لا دونك بالنسبه هنا لاري دونك ندير لاري دونك هذه هي حلقه ديالنا ديال لومون شارج الكتريك دونك حلقه مهمه جدا بالنسبه لومون شارج الكتريك هنا تنتهي حلقه اليوم الى حلقه مقبله بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.